السلام عليكم. مذكرة اليوم موضوعها اللعب الواقعي. 1. الكفاءة القاعدية، القدرة على تصوير الطبيعة الاجتماعية كما هي. الكفاءة، مؤشر الكفاءة، يلعب دورا من الواقع. الوسائل، محتويات ركن المسرح وكل ما يراه المربي مناسبا. سيرورة الحصة، وضعية الانطلاق، وضعية التعليم. يطالب المربي أطفاله بتقليد أشخاص مثل الطبيب. أهداف التعلم، يقلد الطفل الطبيب. التقويم هنا تشخيصي. المشاركة، بناء التعلمات. دعوة الأطفال إلى ذكر نشاطاتهم اليومية في البيت، مثل شرب الحليب، غسل الأطراف، مشط الشعر. مطالبتهم بتمثيل هذه النشاطات واقعيا. يقوم الأطفال بتمثيل النشاطات مجتمعة. أهداف التعلم، التعرف على مضمون الصور، التعرف على الدور المسنود له، يجسد دوره بمحاكاة المعلم. التقويم هنا بنائي، يعبر، يتعرف على الأشخاص، يدرك الواقع، يتعرف على دوره، يجسد الدور. استثمار المكتسبات، يختار الأطفال أفضل من قام بالدور ليكون في الفرقة المسرحية التي تمثل القسم في المناسبات. أهداف التعلم، يعبر عن رأيه. التقويم هنا ختامي، يبدي رأيه. بالتوفيق.